هو المرضى اللي بيعملوا جراحة في نفس الصرع دول عدد كبير. لا، هو لو احنا عرفنا ان على مستوى العالم كله كل سنة تقريبا بيتعمل 4000 عملية جراحة للصرع في المراكز المعتمدة لدى جمعية الصرع، يعني دي مش نسبة كبيرة على مستوى العالم. ولو احنا عرفنا كمان ان من 4000 دول اللي بيتعملوا بيبقوا دايما 30 ل 40 في حالات الصرع اللي بيسموه الانتراكتابل، اللي هو الصرع العنيد اللي بيستجيبش على الادويه، اللي احنا قلنا قبل كده كلمه ما بيستجيبش على الادويه يعني باخد دوايين او اكتر بجرعه كافيه لمده سنه كامله، ومع ذلك النوبات بتيجي كتير وبيحصل اذى للمريض، بيقع وبيتعور واتاذى مثلا قبل كده على مستوى العظم، حصل كسر، حصل شرخ. فدول اللي احنا بنعمل لهم عمليات في الدماغ، وهم دول اللي بيعملوا جراحة. وهل ده معنى كده برضك ان هو هيشفى تماما ومش هتجيله؟ لا، في بعضهم بترجع له النوبات الصرعية بعد ما يعمل العملية، وفي بعضهم بيفضل نسبة وقت طويل ما بتجيبهوش النوبة. عشان كده قرار الجراحة لازم يبقى قرار حكيم وفي حالات محددة، وإن الدكتور والأهل شايفين إنه لازم تتعمل.